كلام هنفهمه من المحلل السياسي المفكر السعودي الدكتور أنور ماجد عشقي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. كيف تقيم هذه التطورات، زيارة بشار إلى موسكو وهذا الدعم الكبير من بوتين ثم تصريحات أنصار وقيادات المعارضة السورية في الرياض؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. أثني على ما تفضلت به من أنه لولا روسيا ما بقي حافظ الأسد حتى اليوم. بشار الأسد حقيقة ذهب إلى روسيا، وطبعا أسمعه الرئيس بوتين عدة أمور، أهمها طبعا ناقشنا خفض التصعيد وتقويم مكافحة الإرهاب، وأيضا ما وصل إليه حفظ الأنف من هذا، أيضا لا بد من إيصال المساعدات إيجاد حل سياسي للأزمة على هدي القرار 22-94. نعم. الدول الضامنة طبعا هي روسيا وتركيا وإيران. طبعا الآن التهيئة كلها لكي الاجتماع طبعا مجلس الأمن بحضور الأمم المتحدة مثلا سيكون في جنيف. المملكة العربية السعودية تولت تقريب وجهات النظر بين الفرقاء في المعارضة. لابد طبعا أن يكون الرئيس بوتين، لابد أن يكون هناك تنازلات من الطرفين، لأن دائما المفاوضات تقتضي التنازلات. صحيح. فلهذا سيكون هناك تنازلات من الطرفين. طبعا الاجتماع اليوم بدا وسيظل من 22 ل 24. طبعا سيخرج الوفد للمفاوضات الى جنيف برعايه الامم المتحده، والاجتماع طبعا هذا الاجتماع حدث استجابه لطلب المعارضه وليس بدعوه من المملكه العربيه السعوديه. تعهدت روسيا بابعاد الميليشيات وايران وحزب الله عن جنوب سوريا. هذه الامور كلها كانت طبعا يعني تكفلت بها روسيا. سيكون هناك طبعا يكون هناك يعني سيكون هناك القرار الحاكم في هذه العمليه 22-54 الذي ينص على محادثات بدء السلام، بعدين تشكيل حكومه انتقاليه، بعدين الانتقال السياسي الذي يهدف الى انهاء النزاع، ايضا الانتخابات برعايه امميه تجري في سوريا. نعم. معناها اننا اصبحنا قريبين من عمليه الحل السلمي في سوريا، لان الجميع كل الدول العربيه ودول العالم متفقه اكثرها على عدم تقسيم سوريا، متفقه ايضا على عدم وجود اي جيوش غير السوريه اذا استقرت الاوضاع. هذا يعني ان سوريا ايران سوف تنسحب، حزب الله سوف ينسحب، كل الميليشيات الموجوده في سوريا تنسحب، ايضا الان خلاص اوشك الارهاب ان ينتهي، معناها ان سوريا ان شاء الله سوف تتحرر وتعود من جديد. هنا يبدا بعد كده مرحله البناء، ومرحله البناء تساهم فيها الدول العربيه ان شاء الله. روسيا دخلت على سوريا ليس من اجل عيون الاسد ولكن من اجل ايضا مصالحها. صحيح. لان سوريا اهميتها تتجلى في عده عمليات، اهمها ان هي طريق الغاز الى تركيا ومن تركيا الى اوروبا. وروسيا لديها داون ستريم، تريد ان الداون ستريم ده ان يمر من خلال سوريا الى طبعا الى تركيا. لا احد يعني يخالفها في ذلك، لكن ايضا امريكا تريد ايضا تمرر الغاز من طريق سوريا. صحيح. هي يعني لو سمحت لي يا دكتور، هي القصه برضو مش مساله ملفات غاز او طاقه، طبعا الغاز والطاقه والمصالح الاقتصاديه حاضره بقوه، لكن سوريا تحولت الى ملف للصراعات وتوازنات القوى الكبرى وما يحدث، فكرة الحرب بالوكالة في ملعب كل طرف من القوى الكبرى كان يحاول استعراض عضلاته وقوته فيه. هو يا حبيبي هنا العملية انه اذا دائما اذا دولت عملية دخلت فيها مصالح الدول الكبرى. فلهذا في اليمن المملكة العربية السعودية ودول التحالف لا يريدون ان تدول العملية،
لان من يوم ما تدخل تنوين عملية تدخل مصالح الدول الكبرى، امريكا مفهوم مصالحها، مفهوم تركيا مصالحها، وروسيا مصالحها. طيب وصلت الرسالة. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور امجد انور ماجد عشقي المحلل والمفكر السياسي السعودي على هذا الطرح.